السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين في القناة قناة مملكة طيور الزينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنبدأ إن شاء الله النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن أسعار عصافير النهاردة في السوق، اللي هو اليوم الجمعة 16/2/2024. عاوز أقول لكم النهاردة اللي كان التداول كويس في السوق وكانت الأسعار كويسة وكان في زي هوجة لم كده للعصافير. طبعا كان المعروض قليل شوية فهنلاقي في حاجات أسعارها كانت كويسة النهاردة. طبعا النهاردة أول حاجة هنبدأ بيها، هنبدأ طبعا كتبت كل الأسعار معايا في ورقة عشان ما ننساش أي حاجة. هنبدأ بالكوكتيل. الكوكتيل النهاردة كان الكوكتيل اللاتيني عندنا النهاردة اللم بتاعه كان من أول 1100 ل 1200 للجوز الشغال الكبير، والصغير كانت أسعاره واقفة على 750 وانت طالع، على حسب سن العصفور وعلى حسب درجة اللون بتاعته. الحبش النهاردة الكبير بتاعه وصل 600 جنيه، كبير اللي كان أيام زمان ب 300 و 350، السعر الكبير النهاردة الشغال كان بحوالي 600 جنيه، والصغير كانت أسعاره 400 جنيه وانت طالع برضه على حسب السن بتاع العصفور. الإيزابيلات النهاردة كانت أسعارها من 650 ل 750 الشغال على حسب اللون بتاعه، والصغير كان حوالي 450 جنيه. طيب المصبغات كانت حوالي 600 جنيه في الغوامق، والفواتح كل ما البصمات بتاعتها بتزيد ممكن حوالي ترفع وتوصل لحوالي 1200 جنيه على حسب الدرجة بتاعت البصمة بتاعتها. طيب الوايت فيس كانت أسعاره 1200 دوت الكبير الشغال، والصغير كانت حوالي 650 جنيه برضو وانت طالع على حسب السن بتاعته. ده يعتبر بدايات الأسعار بتاعته. طيب الألبينو في الكوكتيل النهاردة وصل سعر الجوز الشغال فيه حوالي 2000 جنيه، والصغير كان حوالي 1200 جنيه وبيزيد برضو على حسب قلنا سن العصفور. طب الإيزابيل الفرنساوي قلنا الشغال 1200 جنيه. ده بالنسبة للكوكتيل، عرفنا الكوكتيل كلهم كان أسعارهم ايه النهاردة. بالنسبة بقى للأسترالي، الأسترالي النهاردة كانت اللم فيه كتير. بالنسبة للصغير كان حوالي الأسترالي العادي من 110 ل 120، ده للجوز، والكبير كان حوالي 170 جنيه. طيب اللاتيني والألبينو كان حوالي 200 جنيه، بس اللم بتاعهم كان قليل قوي، ده السوق الكبير، والصغير كان حوالي 150 جنيه. الفالو، الطفرة بتاعت الفالو اللي كانت أيام زمان كان سعرها طبعا وصل ألفات، دلوقتي الجوز الكبير الشغال ب 200 جنيه، والصغير من 150 ل 160 جنيه. اللاس وينج كان عامل من 180 ل 200 جنيه، وده الشغال. التركيبات بتاعت الريمبو النهاردة كان عاملة حوالي 250 جنيه، والأسعار بتاعتها بتختلف على حسب التركيبات. طيب أما الريمبو كان النهاردة الشغال عامل من 400 ل 800 جنيه الشغال، وطبعا السعر بيزيد على حسب درجة اللون بتاعته. طب الأنصاص النهاردة كانت عاملة حوالي من 700 ل 1100 و 1200 جنيه، طبعا على حسب درجة التكشيرة بتاعتها والهيد بتاعها عامل ايه والحجم بتاع الأنصاص عامل ايه. طيب كان عندنا برضو الريمبو الفلل كان عامل 600 جنيه للصغير، برضو بيزيد على حسب الحجم والفلل وعلى حسب اللون بتاعه. شكر رصاصي دوت كان عامل النهاردة من 550 ل 600 جنيه الكبير الشغال، و400 جنيه للصغير. طيب الشوشة والكورك كان عامل حوالي 200 جنيه للفواتح. الفلل برضو كان عامل من 400 و 450 جنيه الكبير الشغال، والصغير كان حوالي 300 جنيه. بالنسبة للفلل اللاتيني والفلل العين حمراء كان عامل 500 للكبير الشغال و300 للصغير. طيب نخش بعد كده على البلاك وينج. طبعا البلاك وينج الأخضر بتاعه كان بيبدأ من 500، والأزرق كان بيبدأ من 600، والأسعار بتاعتها بتزيد على حسب المستوى طبعا اللي التاجر بيشوفه أو اللي بياخده منك بيشوفه وانت واقف معاه. طبعا البلاك وينج طبعا غير البلاك هيد والكلام ده كله، لأنها حاجات تانية أسعار طبعا مش هنلاقيها أو مش هتلاقي ناس تشتريها في السوق. طيب نخش بعد كده على الروز.
الرز الاخضر العادي، طبعا الرز الاخضر مبقاش فيه لما قوي في السوق، بس اسعاره كانت بتتداول من 450 للكبير الشغال و350 للصغير، طبعا ده سعر الزوج. اما اللاتيني كان سعره حوالي 850، وانا بتوقع الفترة الجاية اللاتيني هيبقى اسعاره تزيد، الرز اللاتيني لان عليه لم كتير والمعروض بتاعه قليل الفترة ديت. الرز الالبينو كان عامل من 1200 ل 1300 للجوز الشغال الكبير، والصغير كان الجوز حوالي من 600 ل 800 على حسب برضو حجم العصفور. الاوبلاين اورنج دوت عامل حوالي 2200 الكبير الشغال، وساعات بيوصل ل 2500، والصغير بتاعه عامل 1200 للجوز الصغير اللي هو شبابات. بالنسبة بقى للفشر، الفشر الأخضر كان عامل حوالي 400 للكبير و300 للصغير، واللاتيني كان عامل من حوالي 1200 ل 2000 للكبير الشغال، والألبينو كان عامل حوالي 1000 ل 1200 للكبير و600 ل 700 للصغير. طبعا أسعار العصافير التانية، الزبرة كانت عاملة حوالي من 150 ل 200 للكبير، و100 ل 120 للصغير، وبرضه بيختلف على حسب درجة اللون بتاعته. الزبرة الأورنج كان عامل حوالي 300 للكبير الشغال وانت طالع، طبعا المذبوح 300 برضه وانت طالع للشغال، الفراولة برضه كان من 300 وانت طالع للشغال. الكناريا كان عامل حوالي من 380 ل 450 للصغير، و550 للكبير، برضو دوت على حسب اللون بتاعه وعلى حسب الجوز. الجاوة دلوقتي، الجاوة الحبشي هتعمل حوالي 450 للكبير و350 للصغير، الأبيض هتعمل حوالي 600 جنيه. طبعا الجاوة الفون ما عادش موجود أصلا في السوق، وآخر سعر ليه كان حوالي 1800 ل 2200، ده لما كان موجود، ودلوقتي تقريبا ناقص جدا في السوق، فاللي عنده جاوة الفون بصراحة هيعمل شغل على بيه. الحسون عامل حوالي 350 للصغير و500 للكبير. الجولدن فينش عامل حوالي 1300 على حسب الألوان، وممكن يوصل 2500، طبعا ده على حسب الألوان بتاعته. اليمام الماسي برضو بيبقى موجود في السوق كتير منه، وعامل حوالي 400 جنيه ل 500 جنيه للجوز. نخش بقى على البغبغانات، طبعا البغبغانات بيبقى ليها ناس معينة اللي بتربيها، ومش أي حد بيربيها لأنها لها أكل معين وتربية معينة وعاوزة اهتمام بصفة دورية. عندك الدرة الهندي، الجوز الكبير اللي شغال عامل دلوقتي من 4000 ل 5000، والجوز الصغير حوالي من 2500 ل 3000. الدرة الأمريكي بيبدأ من حوالي 15000 للفرد على حسب اللون بتاعه وعلى حسب الحجم بتاعه وعلى حسب الريش بتاعه، بتكلم او بتكلمش والتدريب بتاعه. الزنجباري الحتة دلوقتي بتعمل لها 10000، ده لو صيد 13000 لو مزارع، وطبعا بيختلف برضو اسعاره وبتبدأ تزيد على حسب درجة التدريب بتاعه، وبتكلم كام كلمة، وبتحرك بيعض ولا لأ، بيجعر في القفص ولا لأ، دول كلها حاجات بتفرق في سعر الزنجباري. واخر حاجة طبعا حبيت اقولها لكم، اللي انت دايما لما تشتري تشتري من مصدر موثوق فيه، ما تشتريش من اي حد كده وخلاص، بحيث لو العصافير بتاعتك حصل لها اي حاجة تعرف تتكلم معاه. وطبعا السوق ديت ربنا يوفق الجميع، بس ناس كتير بتيجي تبيع، بس حاول دايما لما تيجي تشتري تشتري طبعا من المصادر او الناس المعروفة باللي هي بتبيع لك، بتديك حاجة كويسة حتى لو كانت غالية شوية. وطبعا هنتكلم بعد كده طبعا في حاجات تانية، وان شاء الله اقابلكم كل يوم جمعة عشان نعرف اسعار عصافير وصلت لحد فين، وربنا ان شاء الله يوفقكم جميعا، واتمنى من كل هاوي اللي هو يحافظ على الهواية بتاعته، ومن التجار يخفوا شوية من الجشع بتاع الاسعار بتاعت الاكل بالذات، ويحاولوا يشجعوا الناس على الهواية، لان طبعا الهواية ديت او تربية العصافير حاجة مرتبطة بالتاجر والهاوي اللي بيربي. واشوفكم ان شاء الله الحلقات جايه كتيره، واستودعكم الله، وطبعا ما تنسوش السبسكرايب والاشتراك في قناه مملكه طيور الزينه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.